أرادوا لها أن تظل مكتئبة وفي جوف الحصار وتحت ليل القذائف، فأرادت مقاومة كل هذا العذاب والنهوض من بين أنقاضها كالعنقاء. إنها تعز، المدينة المحاصرة منذ عام ونصف، تحاول الظهور كما لو أنها خارج دائرة الحرب والموت اليومي. وفي شهر رمضان الفضيل يقبل سكانها الحياة على أنها محاولة لتجنب فنائهم. بهذا يصير الإفلات من الموت شرطا خالصا بالنسبة لكثيرين. بلاحظ أنه ماشي الأمور، لكن الوضع الناس يعني البلد يعني تجد في الليل المدينة طافي المدينة هذا. الحمد لله على كل حال عايشين عادي الحمد لله زي أي رمضان، صح أنه المعيشة صعبة مع الحرب والأجواء والمياه، عدم يعني انعدام وجود المياه بشكل كبير والكهرباء، انقطاع الكهرباء، بس عادي عايشين الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه الأسواق المكتظة بالناس ليست إلا جزءا من ملامح الحياة النابضة رغم يوميات الحرب والحصار. الوجوه التي ترتادها تبدو متبرمة من عدسات الإعلام وكأنها تحفظ مسار الحديث قبل معاينته واقعيا، فيشيحون بأعينهم عن اللقاءات تعنيهم أخبار نزع الألغام خاصة في المناطق المحررة وإمكانية رفع الحصار عنهم ليأمن الجميع من صنوف العذاب اليومي الذي يشهدونه. أناشد كل المسؤولين هنا بداخل تعز إنهم يبعدوا الألغام من هنا من خارج المدينة. نحن نعيش بخوف، ما نقدرش نخرج، أخواتنا يتقدموا قدام عيوننا، يعني هذا شيء مرعب للغاية. يغادرون الأسواق ويعلنون بذلك انتهاء فرجتهم اليومية، فلا يسألون بعضهم بعضا وهم عائدون إلى منازلهم إن كانوا سينجون من قناصة الميليشيا وقذائفها.